أقيم في متحف البحرين الوطني مؤتمر صحفي للإعلان عن ورش العمل المصاحبة لمعرض سبيت فاير المقام في قاعة العروض المؤقتة بالمتحف، والتي تقام كجزء من مبادرة لزيادة الوعي والترويج للأهمية الكبيرة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. المؤتمر الصحفي بدأ بكلمة لممثلي هيئة البحرين للثقافة والآثار سعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف، والذي أشار بهذه المبادرة التي تعكس أحد أوجه العلاقات البحرينية البريطانية، كما أشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم التعليم والتدريب. من جهته أثنى السفير البريطاني على ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تعاون ثقافي، مستشهدا بما تمثله هذه الورش التعليمية من مصدر إثراء ومعرفة للطلبة والناشئة المشاركين فيها. يذكر بأن المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والطيران BAE Systems تقدم بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار سلسلة من ورش العمل لطلبة مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة كجزء من مبادرة مشتركة لزيادة الوعي والترويج لأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك بمشاركة بوليتكنيك البحرين وبدعم من وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني.